بسم الله الرحمن الرحيم، تحية طيبة لكل متابعينا. بعد ما تكمل لف الماطور راح يطلع لك 6 أطراف، وهاي الأطراف لازم أنت معلمها تعرف، يعني ياهو البداية وياهو النهاية. فهناية عندنا 1 2 3 4 5 6، وكاتب على كل واحد بداية الثالث، نهاية الثاني، بداية الأول، وهكذا. المهم عندنا بداية الثاني، هذا عندنا نهاية الأول، وهذا نهاية الثالث. إذا عندنا 3 فيزات، هذين الفيزات راح أرسم لكم إياهن حتى نشوف شلون طريقة الربط وليش نربطها بهذا الربط. نجي خلينا نقول هذا الفيز الأول، زين. الفيز الثاني يجي بعده، هذا بعد ما تكمل اللف يطلع لك 6 أطراف، زين. هذين صار عندي 6 أطراف. شنو الفرق بين ربط الستار وربط الدلتا، وليش اربط ستار وليش اربط الدلتا؟ هنا بالنسبه لربط الستار طريقه الربط راح تختلف عن الدلتا بهوايه شغلات. شغله الاورد انبه عليها، راح تلقى على النيم بليت مال ماطور كاتب لك مثلا، كاتب لك 220 خط مائل 380، زين عيني. ليش كاتبين 220 380؟ ليش كاتبين لك هذا علامة الدلتا، ليش هذا علامة الستار؟ هنا عندنا البلدان تختلف بتجهيز الفولت ماله. قسم من البلدان اللي 3 فيس مالتها 220 مثل السعودية على سبيل المثال، أو أمريكا مثلا، وقسم البلدان مثل العراق ال 3 فيس مالتها 380. شنو معنى 380 شنو 220؟ هنا احنا نعرف مصدر التغذية. مصدر التغذية يجي 3 حارات اللي طالعة من المحولة وخط النيترال، يعني RST. فمن اجي اقيس الفولت بين طرف وطرف، بين طرف وطرف راح القاه 220. خلينا نجيب قلم جاف حتى احسن. راح تلقاه 220، يعني بين هذا الفيز وهذا الفيز 220، وهكذا بين هذا الفيز وهذا الفيز 220، وهذا الفيز وهذا الفيز. هذا ما يصير، بس الثلاثة بيناتهم 220، بين الأول والثالث، بين الآر والتي أيضا هنا نلقى 220. فإذا هذني الحارات الثلاثة، هذني اللاينات الثلاثة، هذا كل واحد بيناتهم 220، زين. من نجي على الخط الواحد ويا النترال، يعني ويا الحار ويا البارد، راح ايش قد يقرا عندنا؟ 110 فولت. هذا هو الفرق. معناته السنجل مالتهم، هاي الدول اللي بيها ال 220 كاتبين لك، السنجل مالتهم 110 والثري فيس مالهم 220. فاذا هذا الماطور يربط 220 لازم نظامه دلتا، يعني محسوب حساب المقاومة هنا بالملفات، مقاومة الملفات محسوبة على ال 220 إذا ربطت دلتا. بس أكو بلدان تختلف العملية، عندهم RST اللي هو مثل العراق، بين فيز وفيز 380 فولت، بين هذا وهذا 380 فولت، بين الأول وهذا 380 فولت. إذا هاي حسب مصدر التوليد، زين. ويا الان هذا خط الان التعادل، من اخذ اي فيز ويا هذا خط الان راح اقرا 220. فهذا ال 220 مو معناته هاي ال 220 اللي مكتوب الدلتا، لا، هذا تخص ال 3 فيز فقط، 3 فيز. فاذا هذا هو خط فيز واحد 220، بينما ال 3 فيز 380. فاذا يقول لك هذا الماطور اللي عليه هاي التعليمات، الفولتية القليلة هي للدلتا اللي إذا عندك 220 3 فيز، وإذا أنت من الدول اللي عندك 380 3 فيز فهذا ربط الستار. هسه راح نربط ونشوف شنو الفكرة، يعني إذا تعكس الربط أو تغلط بالربط إيش راح يصير عندك. نجي على شكل الدلتا. شكل الدلتا راح تكون الملفات بهاي الطريقة،
مثلثية، لاحظ هذا مثلث، من أجي أعطي R مثلا S T، هاي المصادر هنا راح يتسلط فولت 220، وهذا أيضا 220 و220 3 فيس، لا تنسى بدنا نحكي على 3 فيس وليس سينجل فيس. إذن فأني إذا كانت 3 فيس مالتي 220 أربطها ربط دلتا، واضح؟ وإذا عندي كهرباء 380 ما يصير أربطها دلتا، ليش؟ لأنه 380 إذا أعطيتها لهنا راح الملف هذا ما يتحمل، يحترق الملف رأسا، لأنه هذا مقاومته محددة على 220. زين راح تقول لي عاد شلون راح يشتغل على 380؟ الطريقة كلها بسيطة، هذا الربط اللي يسمونه هذا الربط نسميه ستار أو نجمة، نجمة أو ستار. زين هنا شلون راح يصير؟ نفرض هاي المقاومة على سبيل المثال أي رقم، مثلا عندي أنا بالماطور هاي 2.8، هذا 2.8، هذا 2.8، من أجي أربط هناية هذا 2.8، 2.8، 2.8، من أجي أعطي الآر هناية والأس هنا والتي هناية، إيش راح يصير؟ هذني الفيزيين راح يروحن وين؟ على 2.8 زائد 2.8، يعني راح يصير هالشكل العملية على اثنينهن. فإذا 380 يتحمل، ليش؟ لأنه انجمعت مقاومتين، وهذا منا ومنا هذني أيضا على اثنين، فإذا يتحمل 380، وهذا وهذا راح يتحمل 380. إذا أني لازم بال 380 أربط ستار، بالحالة راح يصير الأمبير ماله قليل، زين، بينما هنا راح يصير الأمبير مالته عالي. هاي الفكرة طبعا هي نفس فكرة التوازي والتوالي بالنسبة للسنجل فيس. شوف التوالي الأمبير ماله قليل، لكنه بالتوازي الأمبير مالته عالي، ليش؟ لأن راح يقابل بالتوازي، هذا يعتبر توازي، راح يعطي أمبير عالي لأنه على ملف واحد، من يصير ملفين راح يصير مقاومة عالية وراح يقل الأمبير مالته. هذا فكرة الستار والدلتا. زين اجي اني شلون راح اربط دلتا؟ هذا المعطور طبعا مصمم على ربط الدلتا، ليش؟ ليش اعرفه مصمم على ربط الدلتا؟ من اجي اقرا النيم بليت مالته راح اقراه هنايا 220 فولت، راح تقول لي جوز هذا كهرباء عاديه، لا كاتب لك 3 فيس اندكشن موتور، معناته هذا 220، هذا يجي من الاساس مالته مربوط دلتا، ليش؟ لانه هذا يستخدم ويا كارت انفيرتر، كارت انفيرتر للمبردات البلاستيك، ولهذا ما اقدر اربط ستار على كارت انفيرتر، ليش؟ لانه راح يصير الامبير مالته كلش قليل، واحنا شغلناه بالتجربه طلع امبير 2، فلازم اربطه دلتا. زين شلون راح اربطه دلتا؟ هذا ما راح نكمله بهذا الفيديو. اجي على الملفات مالتي، نرجع واشوف شلون اقدر اربط الماطور هذا دلتا. انا عندي 3 فيزات، هذا الفيز الاول له بدايه الاول وبدايه الثاني وبدايه الثالث، وعندنا نهايه الاول ونهايه الثاني ونهايه الثالث. بالمناسبه اقدر اربطه داخلي واقدر اربطه خارجي، هم مزودينه بكيبل، مزودينه بكيبل، تشوفونه هذا الكيبل، هذا كيبل مزودينه، وهذا الكيبل لازم طالع من عنده 3 وايرات حتى ما تصير هوسه، فلازم نربطه داخلي، بس هاي للتعليم طلعتهم كليتهم برا. شلون راح اربط؟ شلون راح اربط ربط دلتا؟ اجي هاي البدايه راح تطلع عندنا هنايا البدايه الاولى، زين شو اسوي؟ اخذ النهايه مالت الاول ويا بدايه الثاني، نهايه الاول ويا بدايه الثاني، نهاية الثاني، نهاية الثاني ويا بداية الثالث. زين بقى عندي طرفه، ايش اسوي لهم؟ نهاية الثالث ترجع وين؟ على بداية الأول. واضح؟
هذا طريقة الربط. فأخذ ثلاث فيزات، أخذ الكهرباء خلينا نقول من ناية ومننا ومننا. بالحالة صار الماطور كله الربط شيء على شيء، وهذن الوايرات راح يطلعن كلهن للخارج على شكل 3 فيز. هاي فكرة ربط الدلتا والستار بالنسبة للماطور. زين، إذا قال لك أنا أريد ستار، شلون أربط ستار؟ إيش راح أسوي؟ العملية كلش بسيطة. راح أجي هذا نعتبره ماكو، بس الرسم هذني 1 2 3، أجي بس أشرك هذني كلهن، أشركهن كليتهن، وراح أربط الكهرباء هناية RST، راح يصير مداخل هالشكل. بالحالة شنو؟ ربطناهن مشتركات نفس الرسم هذا هناية. زين عيني، كلهن ربطن بنقطة واحدة، والكهرباء راح تنطي على البدايات هذني. هذا شرح باختصار، وإن شاء الله خلال الفيديوهات القادمة راح نتطرق لهذا الموضوع بعد أوسع، ونشوف شنو المخاطر إذا أنت انطيت فولت الستار للدلتا، أو انطيت فولت الدلتا للستار، وشون نعرف الملفات محروقة ناقص فيز، وش راح يصير بالدلتا وش راح يصير بالستار. الموضوع كلش طويل ومعقد، حبيت أن أوركم على هذا التفاصيل. تحياتي لكم وشكرا جزيلا.